حمص بعض عمر 22/2/2012. اليوم وفي هذا الصباح سقط صاروخ على منزل الذي كان بداخله صحفيين. الصواريخ تستهدف كل مكان، لا يوجد ولا مكان آمن. يعني هذا المنزل كنا نظن أنه آمن، كانت داخله هؤلاء الصحفيين، صحفيين من CNN، من جريدة لوفيغارو. تم استشهدت ماري كالفين وهي من قناة CNN، مراسلة CNN، وهي لسه متفحمة بالكامل ولا زالت تحت الأنقاض حتى الآن. كذلك الصحفي ماري أوشليك من لوفيغارو وهو الآن لا يزال تحت الأنقاض. هناك الكثير من المصابين وبعضهم بحالة مهلجة. قدموني إيديت. What's your name, Edith? إيديت بوفيه. إصابة بالفخذ وهي بحاجة إلى نقلها إلى المستشفى فورا. يعني تم تثبيت بطريقة بدائية. أكياس السيروم تم استخدامها كوزن لشد الفخذ لتثبيته فقط، ولم نستطع علاجه. بول. How are you, بول؟ بول. هذا بول من CNN. بول ذهب إلى مصراته وبقي 24 أسبوع ولم يصب. الآن في باب عمر منذ أول يوم من مجيئه أصيب بهذا الصاروخ. ضياع مادة كبيرة في الفخذ، ولكن إصابته انقطاع في الشريان الفخذ الأيمن والعصب الفخذي بهذا إلى الأيسر. انقطاع في الشريان الفخذي الأيسر والعصب الفخذي الأيسر، وكذلك هناك إصابة في الساق اليسرى. نقول كلمة هنالك، أنا والدكتور علي سنوجه كلمة. قناة الدنيا تقول بأن لدينا عصابات مجرمة ولدينا إرهابيين، لكن العائلات البارحة التي تم استهدافها ورأيتهم معظمهم من الأطفال، هل هؤلاء عصابات مجرمة؟ هل هؤلاء الأجانب التي تم استشهاد اليوم 2 منهم واثنين الآخرين في طريقهم إلى الاستشهاد، هل هي من العصابات المجرمة؟ هل بول هو من العصابات المجرمة؟ هذه هي كلمة نوجهها للشعب السوري، لأنه حتى هذه اللحظة ما زال هنالك الكثير من المتخاذلون من الشعب السوري، الكثير من الأطباء المتخاذلون الذين نحن بحاجتهم وبأمس الحاجة إليهم ولم يأتوا إلينا. لماذا؟ فقط لأننا نقول كلمة لا إله إلا الله، لأننا نقول كلمة لا إله إلا الله. فالحمد لله رب العالمين.